يا دانا، اهلا بك طبعا من جديد. لو تجملي لنا دانا، ما الذي يحدث الان على الارض؟ المتظاهرين او المحتجين، الشعارات التي يرفعونها، ما الذي يدور في الكواليس؟ نعم، بداية نبدأ في العدد الكلي لعدد المتظاهرين أمام مقر الكنيسة الإسرائيلية، حيث آخر الإحصاءات قالت أن هنالك 115 ألف متظاهر كانوا قد تواجدوا أمام ساحة الكنيسة الإسرائيلية احتجاجا وردا على استمرار نتنياهو بمشروع وتمرير مشروع إصلاح القضاء والقانون في إسرائيل. هؤلاء المتظاهرين ما زالوا متواجدين اليوم أمام هذا المقر، أمام الكنيسة الإسرائيلية، رافعين لافتات ويافطات تنادي بأن ما يجري في إسرائيل هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية. عدا عن ذلك، تقول هذه اللافتات بوصف ساخر لنتنياهو، وهنالك صفات تلاحقه بصفة شخصية كونه متهم بقضايا جنائية في إسرائيل ويحاكم عليها على صعيد الفساد. في المقابل هنالك ترجيحات بأن يكون خطاب نتنياهو في الساعة المقبلة، ولكن البعض يقول لربما نتنياهو سيؤجل هذا الخطاب هذه الساعة المقبلة حتى يتم أنصاره واليمين المتطرف من التظاهرة والاحتجاج مقابل التظاهرة التي دعا إليها اليساريون في داخل إسرائيل. هنالك تصعيد من قبل اليمين المتطرف على رأسها حزب لافاميليا الإسرائيلي الفاشي والمعروف بتطرفه في إسرائيل، قال أنه سيكون في الشوارع في تمام الساعة السادسة يقابل هذه التظاهرة الحاشدة التي كما ذكرنا جابها 115 ألف مستوطن في القدس. أما على صعيد التطورات الميدانية أيضا، هنالك ما زالت حشودات عسكرية وقوات شرطية معززة أحاطت مكان المتظاهرين المحتجين خوفا من انتقال هذه التظاهرات إلى شوارع أخرى أو من قيام المتظاهرين بإغلاق محاور الطرق الرئيسية والتعدي على الممتلكات العامة كما حصل أمس وحسب بيان الشرطة الإسرائيلية. مؤخرا أيضا صدر قرار وبيان عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي نوه فيه أنه يجب أن يتم الانصياع للأوامر العسكرية في المنظومة العسكرية وفي المنظومة السياسية الإسرائيلية. إذا كنا نود أن نقرأ هذا البيان أو ما أهم ما برز فيه، قال أن لابد أن تكون التظاهرات في الساحة العامة ولكن ليس في صفوف جنود الاحتياط أو الجنود العاميين، وذلك بعد عدم انصياع جنود الاحتياط وحتى جنود في السلاح الجوي إلى التدريبات العسكرية وإعلانهم رفضهم للمشاركة في مثل هكذا تدريبات إذا ما استمر نتنياهو في محاولة منه لتمرير مشروع إصلاح القضاء والقانون.